قضية خطيرة أثيرت في عامة يتساءلون، ومسألة عقد القران، علاقة عقد القران إيه، وهل يفعل نصف زوجة ولا هي زوجة كاملة؟ كتير قوي من الشباب ايه يا بيبعتوا ابني لنا، عقد القران ده يعني كمان؟ هل كتب الكتاب اللي بيتم النهارده بين الرجل والمرأة، هل ده كده تعتبر زوجة كاملة؟ بيحصل مشاكل يقول لك لا دي نصف زوجة، لا دي زوجة كاملة، المفروض ما يقربش يا ابني منها. انا ما سمعتش الكلام ده ما الا هيك ما منك. بتشوفناش، يعني هيك قول لي بقى، يعني ايه بس الفتاوى عندما، طب ما انا يوميا بنحضر 3 4 هنا عندنا في المشايخة، ما سمعتش الكلام ده. عندما جاء فلان وفلانة ومعاهم جيش 10 20 30 40 وتم عقد القران، وانا شخصيا احيانا بنقول لهم صيغة العقد بالنسبة للزوج، بنقول له كذا بيقول ورايا، والتاني بيقول باني انا قبلت فلان، وهو بيقول اتزوجت فلانة، والشهود والمأذون وكل حاجة. بمجرد ما ننتهي من هذا اصبحت زوجة. يعني ممكن بان بعد انا ما قلت الصيغه، وبعد المأذون ما سجل، وبعد هم ما دفعوا مش عارف ايه للمأذون، وهم مروحين، ممكن هو ياخذها الى فندق اصبحت زوجه، او الى مسكن الزوجيه اصبحت زوجه. ما فيش، خلاص الزوجة كاملة خلاص. طبعا. أيوة حد بيقول غير كده؟ أيوة امال ايه نص الزوجه لا دي أقول كمان؟ لحضرتك بقى، هو البعض كان قال إن يعني عقد قران، انت تقصد الخطبة؟ لا عقد قران نفسه قالوا لازم يتم الزفاف، يكون في شهود على ان في دخله، في تمت، ايه اللي تم لان الزفاف؟ افرض حصل حمل. زفاف ايه وبتاع ايه؟ الله، انا بنقول لك جمل المشيخ وتم عقد القران، خلصت خلاص. وبعد هو ما ووالدها موجود او وليها موجود والناس موجودين وتم عقد القران، ممكن بعديها على طول هو وهي يذهبان الى بيت الزوجيه، سواء كان في شقه، علما هي وليها ووليه وكده، قال لهم الزوج والزوج، قال عن اذنكم احنا رايحين للفندق الفلان، قالوا لهم اتفضل. هذه فيها ايه دي؟ ما بعقد القران اصبحت زوجه. أصبحت زوجة كاملة خلاص، مفيش ايوه مشكلة. طبعا. هي برضو القضية الأسرية دايما عند معظم مشاكلنا اللي بتجيلنا زواج وطلاق، بيكون فيها مسألة الإشهاد. يعني هيك دلوقتي قلت لازم يكون في شهود عند الزواج، هل ايوه لازم يا يكون؟ اخي. طب والطلاق لازم يكون في شهود عند الطلاق؟ لأن البعض لا قال ما لا، الطلاق جمهور الفقهاء على انه يعني لا، يعني لا يجب الشهود. لا يجب لا، الشهود هو خلاص. بعض الطوائف ان هي بتوجب الشهود عند الطلاق، لكن جمهور العلماء لا، ليس بلازم. والطلاق عند الحيض برضه قالوا لا يقع ولا يقع؟ برضو دي جمهور العلماء على أنه يقع، لكن فيه آراء أخرى بتقول بأنه لا يقع، لكن إحنا بنقول بأن لا يصح أن يلجأ المسلم إلى الطلاق إلا عند الضرورة القصوى، عندما تسد أبواب الإصلاح بابا بابا. يبقى في هذه الحالة وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم، يعني مش ممكن يكون مع حضرتك وما يطلبش منك انك توجه بقى يعني كلمه بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في اسكندريه؟ اكيد كل المشاهدين عايزين عبر عامه يتساءلون تقول لهم كلمه ما للاخوه هو المسلمين احنا والاحباط. الحمد لله احنا قلنا بان ما حدث في الاسكندريه نأسف له ونحزن له، وفي هذه الحاله يجب ان يعني حولت الأمور إلى جهات التحقيق لتقول كلمتها الفاصلة، وعندما تقول الجهات الرسمية النيابة أو الجهات القضائية كلمتها الفاصلة، كلنا نقول بأن هذا كافي، لأن القضاء عندما يقول كلمته سيبين من المخطئ ومن غير المخطئ. نعم، دلوقتي احنا قناة فضائية بيجينا دايما أسئلة من المسلمين من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن بلاد المغرب العربي ومن السودان، بنلاقي دايما هيك عارف اختلاف المسائل السنة والشيعة. قول لي نعمل ايه احنا كمسلمين عشان نقضي على هذه الاختلافات اللي البعض بيضخمها أنت والبعض الآخر ذكرت لي بيقللها؟ السنة والشيعة، وأنا أقول السنة والشيعة كلاهما كل الكل مسلم،
والكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا شخصيا لا أرى فرقا بين مسلم سني ومسلم شيعي، الكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن أي إنسان لا يحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرق بينهم بأن يقول بأن فلان أفضل من فلان، أو فلان كان أولى بالخلافة من فلان، وأن فلان اغتصب وكذا، لا، أنا أقول له أخطأت أخطأت أخطأت. نحن كمسلمين سنة وشيعة كلنا نشهد أن لا إله إلا الله، وكلنا نحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد مدح الجميع وهم قد أفضوا إلى خالقهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب الجميع. أما نحن فعلينا أن نحترم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والرسول قال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أهم من كل ذلك أن القرآن مدح أصحاب رسول الله وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا قال القرآن ذلك أنا أقول سمعا وطاعة، وأحترم جميع أصحاب رسول الله. بيجي لي أسئلة مثلا من بيروت، أنا سنية وحبيت واحد شيعي أو العكس، هل يجوز في هذه الحالة أنت جوابك عليها ما دام مسلما ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي التكاليف ويحترم أصحاب رسول الله فمرحبا به، أنت تقول لها كده. أيوة. ولا فرق بين السني والشيعي. نعم. القضية برضو اللي أثيرت عندي في البرنامج مسألة زواج المتعة، ودي عملنا عليها 3 حلقات، وكل الدعاة اللي طلعوا عندي يعني أزهريين كلهم قالوا لا ده حرام وده زنا، ولكن حصل مداخلات تليفونية قالوا لا ده كان موجود وإن الرسول عليه الصلاة والسلام في فترة ما أجاز هذا الزواج. تقول لي أنا يعني على أي حال أؤيد الرأي الأول، الأصل في الزواج التأبيد. فإن كان زواج المتعة معناه أن شخص بيتزوج سيدة لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة، هذا التحديد بأي لون من الألوان وبأي زمن من الأزمان حرام حرام حرام. يعني واحد بيقول لواحدة أنا أتزوجك لمدة 5 سنين، هذا غير سياق الشرع، لأن الأصل في الزواج أن يكون على التأبيد.